أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص وصفتنا لهذا اليوم فهي اللازانيا مع اليقطين وجبنة الموزاريلا من وصفاتي الخاصة. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية وتعتبر طبق رئيسي على مائدة الطعام. Hola amigos, estoy con ustedes la chef académica Eva de España. Nuestra receta de hoy es lasaña de calabaza con queso mozzarella, receta de la chef Eva. Está lista en YouTube ahora y preparada para mí, soy chef Eva. قبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم إشعاراتنا اليومية. تواصلكم معنا بكل تأكيد يسعدنا ويدخل البهجة إلى قلوبنا. والآن أحبتي هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة معي أنا الشيف إيفا من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. باموس. والآن إليكم المقادير وهي كالتالي: 150 جرام من الجوز، 900 جرام من اليقطين، هذا وزنه بعد التقشير والتقطيع، صفار بيضتين، 70 جرام جبنة موزاريلا، عدد 3 بصل كبير الحجم، 18 ورقة من رقائق اللازانيا الجاهزة، زيت زيتون، 500 جرام جبنة بيضاء. أما بخصوص البهارات فهي كالتالي: رشة خفيفة من الفلفل الأحمر الحار، الكمية حسب الرغبة، وملعقة طعام من الزعتر، وملعقة كوب من الكاري. أما بخصوص مقادير الصلصة فهي كالتالي: 500 ملي مرقة لحم، ملعقتي كوب من صلصة المانجا، مكعب من مرقة اللحم. هذه جميع مقاديرنا، تجدونها مكتوبة في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف أصدقائي. الآن إليكم طريقة العمل. وضعت قدرين على النار، وضعت في الأول 6 ملاعق طعام مملوءة من زيت الزيتون، وها أنا الآن وضعت فوقها اليقطين بعد تقشيره ومن ثم تقطيعه. أبدأ الآن وعلى نار متوسطة تقليب اليقطين مع زيت الزيتون بهذا الشكل. وبعد تقليب اليقطين أحكمت غطاء القدر. ها هو اليقطين قد نضج معنا، سأضع له رشة خفيفة من الفلفل الأحمر الحار. وأعاود تقليبه، وكذلك رشة من الكاري بما يعادل ملعقة كوب، وأعاود تقليبه مع البهارات وعلى النار على أن تكون خفيفة بعض الشيء، ومن ثم سأحكم غطائها وعلى نار هادئة لتنضج وتأخذ طعم البهارات. في هذه الأثناء سأخذ المقلاة أضعها على النار، ومن ثم سأضع فيها 4 ملاعق طعام من زيت الزيتون. أنتظر حتى يسخن الزيت في المقلاة. في هذه الأثناء سأضع بما يعادل قدح كامل من عصير التفاح الحامضي الطعم، نسيت ذكره في المقادير. بكل الأحوال تجدون المقادير مكتوبة في صندوق الوصف أصدقائي أسفل هذا الفيديو. الآن بدأت بتقشير البصل، وبعد ذلك سأبدأ بفرمه على شكل شرائح خفيفة، ومن ثم أضعه في المقلاة وأقلبه مع زيت الزيتون. أتابع حتى الانتهاء من كمية البصل التي معي.
والتي هي 3 حبات كبيرة. هذه الأثناء سأستخدم بما يعادل 0.5 كيلو من الجبنة البيضاء. أبدأ بتقطيعها على شكل مكعبات صغيرة بهذا الشكل. بعد الانتهاء من تقطيع الجبنة سأضعها جانبا. سأضع القليل من الكاري فوق البصل في المقلاة، ومن ثم أبدأ بتقليبه. سأضع المزيد من زيت الزيتون بما يعادل 2 ملاعق، وبهذا يكون المجموع 6 ملاعق من زيت الزيتون مع البصل. الآن وبعدما نضجت جميع المواد معنا، رفعتها من النار وأحضرت طبق البايركس لإعداد الوصفة. نحن الآن في طور إعداد صلصة الوصفة. وضعت القدر على النار، وضعت فيه ملعقة طعام من زيت الزيتون، انتظر حتى يسخن الزيت في المقلاة او في القدر عفوا. سأضع في المقلاة مع زيت الزيتون صلصة المانجا، ومن ثم مرقة اللحم بما يعادل 2 كوب. ابدأ بتحريك المواد مع بعضها وهي ما زالت على النار. والآن سأضع ملعقة من صلصة الفلفل الأحمر الحار، هذه أيضا لم أذكرها في المقادير. في هذه الأثناء وضعت قدر على النار، وضعت فيه حتى المنتصف ماء، انتظرت حتى يغلي الماء، ومن ثم وضعت فيه رقائق اللازانيا ليتم سلقها. ها هي رقائق اللازانيا، أضعها في الماء المغلي دقائق وأرفعها بعدما تكون قد نضجت معنا، أي تم سلقها هكذا. الآن سأرفع عجينة اللازانيا من القدر وأضعها في طبق البايركس بعد تصفيتها من الماء هكذا. وضعت طبقة متكاملة بهذا الشكل، وها أنا أضع الطبقة الثانية.
الآن سأبدأ بدهن رقائق اللازانيا، أي عجينة اللازانيا بالبيض، بصفار البيض عفوا وليس بياض البيض. بعد ذلك سأضع اليقطين المطهي فوق الرقائق اللازانيا بهذا الشكل. وصفتنا لهذا اليوم لذيذة جدا، جربوها ستعجبكم بكل التأكيد. أوزع اليقطين كطبقة متكاملة في الطبق. بعدما انتهيت من وضع طبقة اليقطين سأضع طبقة ثالثة من الجبنة البيضاء هكذا، أي طبقة اللازانيا ومن ثم اليقطين ومن ثم الجبنة البيضاء. وزعها على كامل الطبق بهذا الشكل. بعد ذلك سأضع طبقة كاملة من البصل مع البهارات وزيت الزيتون المطهي على النار، أيضا كطبقة متكاملة أوزعها على كامل الطبق هكذا. بعد ذلك سأضع طبقة كاملة من رقائق اللازانيا هكذا، ومن ثم سأضع فوقها النصف الثاني من اليقطين. وقبل أن أضع اليقطين لا يفوتنا دهن شرائح اللازانيا بصفار البيض، ومن ثم سأضع اليقطين. أعمل على تسوية اليقطين على كامل طبق البايركس هكذا. كرر العملية بوضع ما تبقى من النصف الثاني من البصل المطهي بزيت الزيتون والبهارات، أيضا أوزعه على كامل الطبق، ومن ثم سأضع الجبنة البيضاء كطبقة أخيرة هكذا. أوزعه على كامل الطبق بهذا الشكل. الآن أضع طبقة أخيرة من رقائق اللازانيا
التي تم سلقها قبل قليل، ومن ثم سأبدأ بدهن هذه الرقائق بصفار البيض كما ترون أمامكم. ومن ثم سأنثر فوقها طبقة كاملة من الجوز المطحون بهذا الشكل. سأضع الصلصة بعدما انتهيت من إعدادها فوق الوصفة بهذا الشكل. مع مراعاة وضعها بكل هدوء. حتى تتشرب قطع اللازانيا الصلصة بواسطة حافة السكين. أحاول إدخال الصلصة إلى داخل طبقات اللازانيا بهذا الشكل، ومن ثم سأبدأ بنثر طبقة كاملة من جبنة الموزاريلا على الوجه بهذا الشكل. هنا أنا سأضع المزيد من الجبنة على وجه الوصفة بهذا الشكل. بعد ذلك سأدخل هذه الوصفة إلى الفرن، وعلى الرف الوسط الشعلتين وبدرجة حرارة 180 درجة مئوية. انتبهوا إلى حرارة أفرانكم. بعد نصف ساعة أي 30 دقيقة أخرجتها من الفرن، وضعتها على قطعة خشبية وهكذا تبدو معنا. وبألف صحة وعافية. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها. بألف صحة وعافية. Espero que te gusten nuestra receta de hoy, lasaña de calabaza con queso mozzarella, receta de la chef Eva. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم اللازانيا مع اليقطين وجبنة الموزاريلا من وصفاتي الخاصة قد نالت إعجابكم ورضاكم. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا ومن قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. قبل أن أنهي هذا الفيديو معكم أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم إشعاراتنا اليومية. انتظروا تعليقاتكم في الكومنت فهي تهمنا وتسعدنا. والآن أحبتي أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.